السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. طيب كالعاده عارفين السبت والحد يعني نفس الحركات بتاع كل اسبوع، الحاجات السريعه البسيطه، الاكلات اللي اي حد ممكن يخش يعني يطبخها. وانا بتحدى اللي بقوله ده او بقوله بكل ثقه، يعني انا بتكلم 12 سنه يبدا يخش المطبخ يعمل كل الكلام ده كله، ما بهزرش ولا 12 سنه دي حتى طبعا اي عمر تاني. ليه بقول كده؟ لان الموضوع ابسط مما يكون، الاكلات بتكون سهله جدا وبسيطه واي حد ممكن يخش يعملها، وهو ده المفروض يعني يكون فيه بساطه في الموضوع. طيب نتكلم واحده واحده. عندي النهارده بايركس لطيف جدا، مكرونه بشاميل، هنشيل المكرونه ونحط كوسه ونحشي لحمه مفرومه ونعمل بشاميل ونحشي كمان اللحمه المفرومه دي بالزيتون والجبنه المشكله. طبق التاني عندي دبابيس فراخ، هنعملها مشويه او ممكن نشوحها براحتنا، ولكن مع صوص اللحمه والمشروم انها يعني داخله في سكه الاستكات شويه. طبق تاني هيلثي شويه، طبعا بيطلب مننا موضوع الاكلات الهيلثي بتاعت يوم السبت والحد دي. عندي خضار سوتيه مكون من بروكلي، مشروم، جزر وكمان كوسه، وعندي حته لحمه كده يعني رفيعه جدا، مش عايز اقول كلمه استكات وبتاع، هي حته لحمه بسيطه جدا هنشويها مع حضراتكم بملح بسيط جدا، فلفل اسود، حبه اعشاب ومتشكرين من غير صوص، يعني تبقى بسيطه جدا. عندي طبق باستا بيتسلق زي ما حضراتكم شايفين، سباكيتي، ده يمشي معايا في اي اكل انا عايز اشتغل عليه، ممكن اطلعه مع المكرونه، ممكن اطلعه مع اي حاجه براحتي حسب الرغبه. على ما اعتقد ثلاث اطباق اسهل من بعض. نطلع فاصل ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب سريعا هعيد المنيو مع حضراتكم ابسط مما يكون. عندي ربع كيلو من الكوسه المبشوره على المبشره ابسط مما يكون، وعندي ربع كيلو او اقل من ربع كيلو لحمه مفرومه، وعندي 100 جرام زيتون زيهم جبنه زيهم جبنه شيدر ميكس، وزي ما قلت لكم طبق الباستا ده سايبه على جنب هشتغل بيه مع اي طبق هشتغل عليه النهارده. الطبق الثاني عندي دبابيس فراخ مع مشروب مع بصل مع كريمه لباني مع ميه بصل مع فلفل اسود، وممكن كمان او مش ممكن اكيد هناخد حبه ديمي جلاس حلوين، والطبق الاخير حته لحمه متقطعه مع خضار سوتيه على البخار. هنسوي اول كل حاجه، كل حاجه تطلع قدام حضراتكم طبق طبق. طيب اول حاجه هنشتغل بيها مع حضراتكم، انا بحب دايما اسخن حلالي، دي اهم حاجه. الحله السخنه اسرع من الطبخه. يعني ايه؟ يعني لما بتشوح حاجه على السريع وحله سخنه معاك بتفرق. طيب هنشوف الموضوع، هنصفي المكرونه دي خلاص خلصانه ونطلعها كده بسم الله بعيد عن النار ونسيبها كده شويه. اوكي، حبه الميه اللي وقعوا دول يعني في نفس اللحظه ننشفهم عشان نستريح منهم ونخش في اللي بعده. واللكاعه اللي انا بعملها دلوقتي دي يعني اللي بعمله دلوقتي ده كله عشان حاجه ثانيه، مش ننضف بس، عشان سايب الحلل تسخن. ما هي دي بقى شغل الطباخين شويه بقى، انا بس احب دايما انبه حضراتكم في المسجل بالذات او في السبت والحد، احب اتكلم براحتي بقى مع حضراتكم بحيث يعني ايه ندي معلومات تكون لطيفه، نتكلم شويه، نناكف في المصورين، نداء في المخرجين، يعني حاجات بقى ما انتوا عارفيني ببقى واقف فاضي. ها؟ كله هيبدا بقى يركز معايا دلوقتي. طيب بهزر والله. طيب حله تسخن كويس، هبدا اجيب عندي سن زيت زي ما احنا متعودين دايما بنشتغل بزيت بسيط خفيف عباد او ذره بالشكل ده كده اهو بسم الله، ونبدا نشوح واحده واحده حته اللحمه المفرومه كالعاده، فلفل اسود وملح بسم الله. معلقه لطيفه فلفل اسود عشان الزفاره، ملح عشان تتفتت معايا ما تبقاش مكلكعه، واعملها كده كله في نفس الحله. وانا شغال هعمل طبق كامل، يعني انا مش هعمل طبق واسيب طبق، هعمل الطبق كامل واعمل له كمان البشاميل الصوص بتاعه عقبال ما نعصق اللحمه ونعمل الخلطه بتاعت الكوسه. اقلبهم كويس جدا او بحس خلاص ريحتهم حلوه، الفلفل الاسود لطيف، واديها كمان سنه بهارات اللي عندنا ابسط مما يكون. كده اهو خلاص الكوسه زي ما حضراتكم شايفينها منتهى البساطه، عفوا اللحمه في منتهى البساطه تستوي، اجيب عندي عليها كل الكوسه
تنزل تتقلب معاها كله منه فيه كده، ومع كمان بصلاية حلوة مفرومة أو مبشورة حسب اللي عندي يعني، تبقى متطعمة برضو. وكمان عندي فص ثوم يديني نفس كويس كده هون، وهمسك عندي بالطرشونة كده أو بس بحاجة عشان أكمر كويس وأنا بقلي، كله يبقى زي بعض. والناحية التانية أنا بسوي أو بسخن الحلة بتاعتي اللي هعمل فيها البشاميل بتاعي. قلب كده كله يبقى من طعم واحد. منها خدنا الكوسة سوتيه ولكن في نفس الحلة، يعني الطعم يكون واحد من اللحم المفرومة من البصلاية من كل حاجة حطيناها. ولما كل الجوانب دي كلها كده وأسيبها عندي شوية، هاجي هنا هروح شغال على الصوص البشاميل. سنة زيت، وقدامهم زي ما احنا عارفين كالعادة الزبدة قد الدقيق أيا كان الحجم، 5 6 4 حسب اللي موجودين. اجيب عندي الزبدة بتاعتي وابدأ أنزل أسيح الزبدة بالشكل ده كده على طول، مضرب سيليكون أسيح على طول، ما استناش لما يتحرقوا مني أو ما تسيح على طول، راح أعمل كده نازل عندي كمية الدقيق المعقولة أو نقول مثلا نفس المقادير 3 4 معالق، يبقى 3 4 معالق، وأقلبهم كويس يتشوح شوية. أديله عندي سنة جوزة الطيب بسيطة، سنة ملح لطيفة، حبة فلفل أبيض أو أسود ماشي الكلام كده هون. أجيب عندي كوباية لبن كبيرة وأنزل واحدة واحدة لحد ما كله يبقى معايا شكل واحد. حطهم كلهم وعلى السريع نقلب في اتجاه واحد. بشاميل مش حكاية يعني، ما هياش فيها ابتكاسة ولا فيها صنعة يعني، أي حد يخش يعمل حبة بشاميل. أهالينا كانوا بيعملوه زمان بالسمنة لو أنتوا فاكرين، وبرضه نفس كمية السمنة والدقيق. خلاص كنت الأول بنزل نقطة نقطة، دلوقتي إحنا ممكن ننزل كامل، ولكن في حالة إن إحنا نقلب كله مع بعض نفس الموضوع. اتعمل زي ما حضراتكم شايفين، خلاص بانت جدا في منتهى البساطة. أنا أعتقد ممكن نزود عليه حبة لبن كمان عشان عايزه خفيف أهو كده أهو. خلاص شايف حمادة أهو، خلاص شغال الناحية التانية بقلب تقلبتين حلوين على فكرة الكوسة بتاعتي أهو. انبهر بالمرة الكوسة، ده ياخد أقل من غلوة، حبة بهارات متشكلين، سنة ملح لطيفة ومتشكلين، ما نزودش عن كده. ونبدأ نرفعها من على النار هي و البشاميل الاثنين في نفس الوقت. وادي البشاميل اللي عندي خلاص خلصان. ونجيب عندنا الناحيه الثانيه بايركس لطيف، نوسع نفسنا ونقفل اول طبق عشان نخش في الطبق الثاني واحنا مستريحين. ادي عندي البايركس، ونجيب عندنا حبه البشاميل اللطاف دول، ندي سنه كده على الوش زي ما حضراتكم شايفين اهو، شايفوا حماده منتهى البساطه مفيش اي ارتكاس. بجيب عندي حبه جبنه، احط جزء هنا في قلب البشاميل واقلب تقليبه حلوه كده يسيح نص تسيحه. وهبدا اجيب عندي فكره ماشي كده، اي الطرشونه دي اللي انا عايزها، الخضار بتاعي ان انا شوحته وتبلته كل حاجه. بعمل كده وبضيف كل حاجتي بالشكل كده اهو اهو تمام، وبقلب بالشكل ده كده اهو. تمام يا حماده تمام. وعندي البشاميل اللي انا حطيت عليه الجبن برش على الوش كده منتهى البساطه، محتاجين نحط على وشه اي حاجه خالص يعني، ممكن لو حبينا نضيف سنه ريحان او حاجه خضراء براحتنا، معلقه لطيفه كده ريحان وشكرا مش اكتر من كده. يروح رايح على الفرن ياخد لون ابسط مما يكون، 15 دقائق بالكتير ويطلع وبالهنا والشفا. الطبق الثاني لحظه واحده، احط الفراخ على الشوايه واروحك او اطلعك في وصل اوكي معلش.
على رأي المثل بيقول لك اللي مربي غير اللي اشترى. عارف انت المثل ده ولا لا؟ انا عارف. يعني معناها ان انا حافظك، يعني عارف انت عايز تعمل ايه. مش مستني لما انت تقول لي يعني. اعمل بس الاول اروق مكاني عشان انا دايما اول باول كده اهو. ماشي الكلام، مشويتي شغاله. طيب تعالى نعمل تتبيله سريعه عشان المخرج زعلان وعايز يطلع فاصل، فنبقى برده ما نزعلوش. تتبيلتك عباره عن ايه؟ عندي ميه بصل، سنه خل على ميه البصل، عصره ليمون، وكمان حبه زيت عادي برده مفيش اي مشاكل خالص، مش شرط يكون زيتون ولا بتاع. اهو كده شويه زيت حلوين، وكمان نديها اعشاب. ما انا شايف ممكن نديها برضو حبه زعتر. انا البايركس اللي جوه ده ناقصه حاجتين مش هحطهم دلوقتي. الزيتون مش عايزه يستوي قوي في الخلطه لان طبعا حادي، والجبنه انا حاطط جبنه، فده لو حبيت احط جبنه شيدر على الوش ماشي، ما حبيتش برضو احنا زي الفل. ادي عندي حبه الزعتر تمام، دي في الفراخ، وعندي حبه بابريكا اللي هو الفلفل الاحمر، معلقه كده حلوه برضو ماشي الكلام، وحبه ملح مع الزعتر، ممكن نديها معلقه ريحان كمان حلوه دي نفس مختلف، سنه جنزبيل، كل الحاجات دي كلها تعالى تست كويس قوي، وابدا اقلب كويس كده اهو. تقليبه لطيفه جدا، بجيب عندي دبابيس الفراخ وابدا اسيبها شويه اللي هو قد ايه مثلا. يا سلام لو قعدنا مثلا ساعه او نص ساعه او ساعتين قبل ما نشوي. على ما اعتقد الامور واضحه جدا في التتبيله، ما فيهاش اي حاجه صعبه. هسيبها شويه في التتبيله وبعد كده احطها على الشوايه بعد الفاصل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل مع حضراتكم الحمد لله يعني عملنا طبقين، الطبق الثالث اسهل مما يكون. الموضوع النهارده بسيط جدا، يعني شايفين طبعا حضراتكم اكيد الفراخ بتتشوي وباينه ما فيهاش اي برده افتكاسه. طبعا اهم حاجه تقعد وقت طويل جدا في التتبيله، وعشان كده كمان لما بحس ان انا مقصر معاها شويه في التتبيله فبروح عامل ايه؟ اللي باقي بحطه عندي في بوله وباجي كده على جنب كل شويه لما ابدا اقلب منها بطريها شويه، ومنها كمان يعني برضو بديها الطعم بتاعها ما نستهاش التتبيلة، يعني ما خلاش تنشف قدامي على الشواية. ولو حسيت ان هي ما استوتش كويس عادي جدا وانا شغال بروح بدخلها عندي سنة على النار كده في الفرن. طيب ستيك بالخضار السوتيه، خضار مسلوق عادي جدا مفيهوش اي افتكاسات. حتى الستيك دي هنعملها مع حضراتكم في الطاسة بأقل ندعه زيت في الدنيا، وممكن لو مش عايزين زيت خالص انا عندي كفاءه اعملها. تعالوا نجرب. يعني بتهزر؟ والله ما بهزرش، يعني انا اقول كده كلام مثلا ويطلع اي كلام في الاخر. طب ازاي؟ هنشوف. سنه فلفل اسود مع سنه ملح بسيطه، وكمان هات لي حبه روزماري او اكل الجبل اعشاب ماشي الكلام، و عينينا برضو شغالين على الشواية عشان مفيش حاجة تستوي التانية لأ. تمام، ادي عندي حبة الأعشاب ممكن ناخدهم على سن السكينة بعد إذنك يا محمد، معلش هعطلك عن اللي أنا بتكلم عليه. أنت أصيل، نجيب سكينة كده أهو، تمام، ونروح عاملين كده ماشي. مفيش ولا ميه بصل ولا في زيت ولا غيره، نقلبهم مع بعض، فلفل اسود وملح واعشاب، ونجيب عندنا حته لحمه ونعمل كده. ولا زيت ولا ميه
انا هساوي اللحمه منها فيها، بس طبعا لو في البيت لزقت يبقى العيب من الحله مش مني. يعني طبعا اكيد الحله بتفرق طبعا اكيد، ولكن هنشوف مع حضراتكم كل حاجه واضحه بشكل بسيط. نجيب عندنا ماشي الكلام، طاسه صغننه، نكمل تسويه الفراخ دي في قلب الفرن عشان ما نلسعهاش كتير وما تبقاش مستويه كويس من على الشكل، ويبقى من جوه طبعا اي كلام. نطفي الشوايه، التتبيله زي ما حضراتكم شايفينها اهي، عمود شايفها على الوش برضو، استخسر التتبيله بصراحه عشان كده حبيت ان انا ادخلها تاني في قلب الفرن، وراح اعمل على طول خمس دقائق وسايبها. طيب خلينا نبص على اللحمه نشوف اخبارها ايه. لحمه من غير دهون ولا زيت ولا غيره، نقلب. شايف يا حمود؟ اهي كده لحمه شويه بس ما فيهاش اي دهون، شايف المنظر؟ عادي يعني ممكن اشتغل كده طول الطبخ عادي جدا، ما فيهاش حاجه عندي. طيب البروكلي حاجه من حاجتين، لو انا حابب ان انا اسلقه ما عنديش مشاكل خالص، حابب ان انا اسويه برضو في الحله انا هعمل كده غالبا، بقى كلها بشكل مختلف. اديله شطفه كده سريعه، كده اهو، ونبدا بس نسيب الاول اللحمه تاخد وقتها شويه في التسويه وبعد كده هنشتغل واحده واحده. طيب عايز اعمل صوص لطيف، صوص ديمي جلاس بالمشروم عشان خاطر الفراخ لما تطلع من الفرن تبقى واخده طعم كويس، و صوص لطيف. مكعبين زبده مع حته بصلايه اي تقطيعه جوليان مثلا او اي حاجه ماشي الكلام، ومشروم نايف ناي كله اهو، مشروم وزبده الاول وبصل، وحابين نحط اي اعشاب تبقى ليها طعم كويس، ونسيبهم مع نفسهم يتقلبوا واحده واحده. ده طريقة سهلة جدا لحضراتكم برضه. ماشي الكلام، نرجع نبص على اللحمة. أهي شايفة حمادة عاملة إزاي؟ لو أنا عايز أمشيها على كده أمشيها على كده، طب لو عايز تفرق معاك الموضوع طبعًا ممكن أعمل طريقة تانية، وأنا شغال، حبيت بس أوضح لحضراتكم الأمور. ممكن أجيب عندي معلقة توم، وأجيب عندي سنة زيت، لو حبينا بقى نشتغل هنا بقى خلاص. كده أهو. واروح عندي جايب عندي البروكلي ومسقط البروكلي كده في قلب اللحمه بالشكل ده كده اهو تمام، وجايب عليه الجزر وجايب عليه المشروم كله في نفس البوله، وجايب عليه الكوسه، واروح جايب عندي حبه ميه، واروح نازل كده على وش الخضار بتاعي، واروح عامل كده لمدة 7 دقايق وهنشوف شكلها عامل ازاي. هرجع للصوص اللي هو بالزبدة والبصلاية وسنة الأعشاب، نلم مع بعض شوية. أنا دايما بقول لما بعمل زبدة بس يبقى لازم أعمل نية في نية عشان ما أحرقش الزبدة بتاعتي. كده أهو أهو كده، تمام. أول ما أحس خلاص أجيب عندي حبة ديمي جلاس وأروح عامل كده أهو، ومقلبهم مع بعض. ديمي جلاس طبعا كلنا عارفينه بتاع كنور، كيس فكه حطه حبه ميه نقع شويه او يضرب كويس بالمضرب عشان ما يخرش، وببدا اقلبه كويس وبعد كده ببدا اضيفه عندي على فكره الخضار اللي بشتغل عليه كده. تعال بص على الفرن. حاضر، اتفضل بص على الفرن براحتك. ده اقل من دقايق وبيربط زي ما حضراتكم شايفين بالشكل دوت، تمام. خلاص الفرن خلاص خلص زي ما حضراتكم شايفين، مش محتاج مني اي حاجه، انا هطفي عليه الفرن ويطلع على طول على الغرف في الاواخر يعني. وعندي هنا الفراخ شغاله في الفرن، الصوص بتاعها بقلبه واحده واحده لحد ما يبدا يربط معايا شويه، ابدا اجيب له عندي حبه كريمه لباني وابدا افتحه شويه بالشكل ده. شكل بتاع ستيكات الكلام ده، ولكن مش الستيك. اللحمه عندي شغاله والخضار، اتفضل ما تكسفش.
شايف الموضوع ماشي ازاي؟ شايف الخضار استوى ازاي؟ اه ادي البروكلي استوى وادي المشروم استوى وادي اللحمه استوت. شايف الموضوع؟ على ما اعتقد انا شايف ان هو كده لو خد اكتر من كده تسويه يبقى خساره. طب هتعمل ايه؟ هغرف حالا قبل ما اطلع الفاصل. حاضر. وهو مكانه راح اعمل كده على الوش اطعم انا قد ريحه الاكل. خلوش طالع عادي. اه طبعا لطيف وكل حاجه ولكن بص الخضار ما خدش مني وقت. لحمة بص عامله ازاي حماده انت فين شايفها مفيش كلام يعني خدش وقت في التسويه طبعا مش تلاقوا شيف في الدنيا بيطلع اكل هو على النار كده ولكن معلش بقى استحملوني ده اللي خلص تقلبتين حلوين من نفس الحله شايف الكلام اهو اهو ونروح عاملين كده اهو الموضوع اختلف تماما غير ما كنا احنا متوقعين. الخضار استوى في سرعه جميله جدا ما فيهاش اي صعوبه. منديل ونروق الطبق. تمام على ما اعتقد طبق بسيط جدا وسهل اي حد يخش المطبخ يعمله. عندي فصل صغير جدا هطلع الفاصل بعد الفاصل نقفل كمان ان شاء الله الفراخ مع حضراتكم ثم نواصل اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب خلاص طلعنا طبقين قبل الفاصل الطبق الاخير هو طبق الفراخ اللي في الفرن انا بعتقد برضو ان شاء الله يكون خلص خلاص. نبص بصة على الفرن مش شايف الكلام يا حمود اهو مفيهوش كلام يعني طبق بسيط جدا وسهل فراخ استوت كده اهو على طول نغرف نروح عاملين كده شايف الحمالة دي على الصوص شو طبخين جوي بس حاجة يعني على مزاج نعمل كده مشروم على كريمة لباني على البصل والأعشاب ده الطبق الأخير نطلع ونديله كمان تاتش زيت زيتون عشان الباستا تبقى يعني لطيف شكرا وده اخر طبق لحضراتكم النهارده الامور كالعاده بسيطه جدا سهله جدا اي حد يخش المطبخ يعملها الفكره دايما يعني سالته حد اكلات سريعه اكلات بسيطه وزي ما قلنا اول الحلقه ده موجود وده موجود وده موجود اي حاجه حضراتكم تحبوها بالهنا والشفا حلقه جديده والسلام عليكم.